في خطوة من شأنها رفع درجة ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري. لكن قبل استعراض ما جاء في هذا التقرير، دعونا نتعرف أولا على هذه المؤسسة. ستاندرد أند بورز هي شركة خدمات مالية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، لها أبحاث معروفة عن مؤشرات الأسواق في مختلف أنحاء العالم، وتصدر تقارير دورية عن التصنيف الائتماني لجميع الدول، وهي أيضا واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار التي تضم أيضا وكالة موديز ووكالة فيتش. أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز تقريرها عن الاقتصاد المصري الذي تضمن العديد من المؤشرات الإيجابية، كان أهمها تثبيت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند الدرجة بي، مع تحويل نظرتها المستقبلية من مستقر إلى إيجابي. التقرير توقع كذلك ارتفاع معدلات النمو إلى 4.2% خلال السنوات الأخيرة، بارتفاع عن المستوى الحالي وهو 4.2%، وهو مستوى فاق التقديرات السابقة. كما توقع أيضا زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للدخل القومي المحلي من 12% إلى 17.4%. وكالة ستاندرد أند بورز استندت في تقريرها إلى العديد من العوامل التي حولت نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي. كان أول هذه العوامل الاستقرار السياسي الذي تحقق بعد سنوات من الاضطرابات، كذلك نجاح الحكومة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط سوق تحويل العملة، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة، وهو ما أسهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات ما قبل عام 2011 للمرة الأولى، وبالتحديد 36 مليار و500 مليون دولار. أما إذا تحدثنا عن هذا التقرير، فقد حمل تقرير ستاندرد أند بورز العديد من التأثيرات الإيجابية. فعادة يؤثر التصنيف الائتماني للدولة على تكلفة السندات التي يتم طرحها، فكلما انخفض التصنيف الائتماني يعني هذا وجود مخاطر تتعلق بقدرة الدولة على سداد ما تقترضه، وهو ما يرفع من تكلفة أي سندات تطرحها عن الدول ذات المخاطر الأقل. كما أن رفع التصنيف الائتماني يعد خطوة مهمة لدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب خفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات إضافة إلى القطاع الخاص. إذن هي رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ومؤسسات الأعمال بأن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مزيد من التعافي والتحسن لمناخ الاستثمار ومؤشرات الاقتصاد الكلي.